بكل الحالات ما في ولا أي ظرف الإجهاض فيه مسموح، ولكن في حال حدا عمل إجهاض يبقى هذا الشخص يلي عمل خطأ غير الخاطي غير الخطية، الخطية مداني بدون تساوم، الخاطئ يخضع لرحمة الله وبحاجة إن كان في مشكل إن كان صار في إجهاض أو في مسيرة لتجنب الإجهاض، نحن بحاجة إلى توبة، مش بمعنى ندامة تنمحي خطية، نحن بحاجة إلى توبة بالمفهوم المسيحي، الدخول في عقلية جديدة، في منطق جديد، في ثقافة جديدة، قبل الحبل، في الحبل وبعد الحبل. قبل الحبل أعرف أني أنا مدعو للحب مش لاستغلال الآخرين، وأعرف أنه الحب له إطار معين. لما بيكون في حبل ادخل بهالثقافة، ثقافة الحياة والتوبة، تعرف أنه الجنين يلي ببطني أو اللي بين إيدي منه ملكي، ما بتحكم فيه، أنا خادم لإله، هو ابن الحياة، ابن الله، لأنه الحياة هي الله. ولما بيصير في قصرا عملية قتل، ندخل بهالتوبة مثل ما أنت قلت أبونا، نرجع إلى أساس الشر اللي بقلوبنا يلي هو الأنانية، تيرجع هالخطية مثل ما بيقول قديس أغسطينوس، تصير فرصة توبة، فرصة تعرف على هالمخلص الكبير يسوع المسيح، يلي مش بس بجمل إنسانيتنا بالأمور الحلوة، بجمل إنسانيتنا بصعوباتها، بجمل إنسانيتنا بتناقضاتها، بوجعها، لأنه الحب يجمل الحياة.